السلام عليكم، معكم طالب حسين الزاهر. اليوم عندنا سؤال في شابتر 11 لبروبلم 26. يقول السؤال ديتيرمن ذا ارمس فولتج اكروس ار 3. طبعا السؤال عطنا هذه السيركت وعندنا المعلوم الفي سورس بالبيك والفي ار 1 بالبيك تو بيك والفي ار 2 بالارمس، وعندنا قيمه المقاومه ار 4. اول خطوه راح نوجد الفي ارمس للسورس. طبعا قانون الفي ارمس يساوي الفي بيك على جذر 2، فراح نعوض الفي بيك للارم للفي سورس مقسومة على جذر 2 راح تعطينا 21.21 فولتج RMS إلى السورس. بعدها راح نوجد الفولتج RMS للفي ار 1. طبعا الفي ار 1 عطني اياها السؤال بالبيك تو بيك 16، فراح نقسم البيك تو بيك على 2، 16 قسمة 2 8، وبعدها راح نقسم 8 على جذر 2، وراح نحصل على الفي ار ام اس 5.65 للمقاومة ار 1. وبعدها راح نوجد التيار، والتيار في جميع المقاومات نفسها لان الدائرة سيريز، فراح نوجد التيار على الار 1 5.65 مقسومة على 1 له الفولتج على ار 1 مقسومة على قيمة المقاومة، وراح تعطينا التيار. بعدها راح نوجد الفولتج على ار 4 بقانون اوم. الفولتج على ار 4 تساوي قيمة المقاومة مضروبة في التيار، وراح تعطينا الفولتج 3.16. بعدها بقانون كيرشوف فولتج له راح نوجد الفي ار 3 وهو 21.21 الفي سورس ناقص الفولتج على المقاومات هذه، وبالحاسبة راح نعوض قيمة الفولتج سورس ناقص فولتج المقاومات هذه، وراح يعطينا الفولتج على الار 3 7.4 فولت.